ما فهمتش منك حاجة يا حاج، مش سامع حاجة. هو معاه توك توك. هو ايه حالة الوفاة اللي عندكم؟ شاب عنده كام؟ 17 سنة. 17 سنة. وبعدين معاه توك توك، ابنه معاه 3 عيال. فين؟ في انهي منطقة دي؟ في امبابة. في امبابة، يعني قريبك عنده توك توك في امبابة. الله يرحمه. لا انت جازك بقى الدنيا. هو كوم هما ايه كانوا عايزين يسرقوا منه التوك توك يعني؟ وراحوا مضربوه بالنار. ضربوه بالنار؟ هو ايه السلاح بقى سهل قوي كده في امبابة؟ انت بتشوف سلاح كتير في امبابة؟ طب اتمسكوا الشباب دول ولا ايه؟ يعني القضية دي نزلت في الجرنان وكده؟ بقاء لله يا حاج. ابن اخوه يعني. ابن اخوك. ابو ميت وهو كبير اخواته. لا اله الا الله. وطلعوا ايه بقى الثلاثة دول؟ واحد مسجل حرامية. حرامية. وتوفير جميع الخدمات للتيسير عليهم في أداء المناسك. الكلام ده حصل من امتى يا حاج؟ من السبت اللي فات. السبت اللي فات. لا اله الا الله. تنطلق مساء اليوم في مدينة الدمام فعاليات ملتقى الكتاب الاول الذي ينظمه ادلوا 6 ساعات بمطوى. ادلوا 6 طعنات بمطوى جنب رقبته في صدره في الناحية اليمين؟ ده يعني في ال... ادوله بقى 2 في رقبته. واتنين في رقبته في الناحية الشمال؟ مش قادر عم ضربوه. هو برضه بعد كل الضربات ديت لسه بيقاوح معاهم. هو عايزين يشرب طب مش عايز. في الآخر ضربوه بالنار؟ ضربوه رش. ضربه رش. أخيراً ضربوه بالنار. طلقتين فين بقى؟ في ظهره؟ أقول لك يا بابا، أنا عندي مدونة، يعني حاجة زي إيه الصحافة بتاعت الشعب كده، فبكتب عن المواضيع اللي بتقابلني في يومي كواحد مصري، بكتب عن أوضاع مصر. فعندك مانع إن أنا أصورك صورة وأكتب الحوار اللي دار بينا دوت؟ مفيش مانع.
انا فاهم، بس يعني لما الناس تشوف شكلك وتتفاعل مع حكايتك الحقيقيه بتدي بعد تاني غير كام سطر كده بالابيض والاسود في الجورنان. هو كان اسمه ايه؟ محمد مجيد عبد الرحمن حامد، عنده 17 سنة واخد 6 طعنات في صدره اليمين وطعنتين في رقبته الشمال وضرب طلقتين في ظهره. استاذنك بس اخد لحضرتك صورة.